لا انت علي معلول بقى واقفه معاه ابن البلد. علي معلول ده لاعب له قيمه كبيره، ويعني لعب دور كبير كذلك في مسيره الاهلي، ولعب له امكانيات جيده، ويعتبر من احسن اللاعبين التونسيين حاليا. بتشوفوا ازاي تألقه مع النادي الاهلي في الدوري المصري؟ انتوا كشعب تونسي بتبقوا فخورين بعلي معلول، بتتابعوه ازاي؟ والله صراحه انا اول حاجه يعني بعيشها في مصر من اول يوم جيت فيه، لما اي واحد بيسالني انت منين؟ ده سؤال على فكره متداول جدا. طبعا بقول له تونسي، اول حاجه اسمعها علي معلول. ومن هناك يعني بكتشف محبه الجماهير لعلي معلول، وهذا يعني ليس من فراغ، وانما هناك يعني اشياء قدمها علي معلول للنادي الاهلي، و يعني قمه في الوفاء. علي معلول حتى لما كان يلعب في النادي الرياضي الصفاقسي كان لاعب لا يبخل بقطره عرق لاعطاء الاضافه للفريق، وكذلك فعل مع النادي الاهلي. انا اعتبره من ركائز الفريق. وعلي معلول رغم الاصابه في المباراه الاولى، الا انا اعتقد لو كان علي معلول موجود كانت يعني 25-30% كانت تتغير بعض النتائج، لان يعني لاعب في قيمه جيده ودائما موجود ويعطي الإضافة. عايزة أقول لك إن إحنا دايما لما بنشوفه هو مع اللعيبة وبنشوفه هو مبسوط بعد انتهاء أي مباراة بالمكسب وبالفوز، وبنشوف احتفالاته بنحس إن هو مصري جدا، بنحس إن هو معانا في مصر من زمان مع النادي الأهلي من وهو صغير، تحس فيه خلاص إحنا بنعتبر علي معلول مصري دلوقتي. خلاص هو خش النادي وحب النادي وبعدين عشان نكون واضحين كمان هو لقى البيئة البيئة المناسبة. الكويسة اللي تناسبه، وجد تقطيع كثير من الإدارة وناس يعني وقفت جنبه، من لعيبة، من إطار فني، إطار طبي، يعني كل الظروف اللي كانت يعني سبب لنجاح علي معلول توفرت في نادي الأهلي. أنا أعتقد إنه علي معلول اتولد عشان النادي الأهلي. حلوة الكلمة دي، اتولد عشان النادي الأهلي.